الصحة والجمال. سلطة على النيل. أعزائي المشاهدين، برحب بيكم النهاردة في أولى فقرات برنامجنا، فقرة سلطة على النيل. ولقانا النهاردة الحقيقة مع شخصية متميزة جدا. معنا النهاردة الأستاذ كمال شاهين، مستشار الهيئة القومية للجودة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب والشعب المصري كله بخير يا رب. ربنا يخليك يا رب. إيه رأيك في المنظر الجميل اللي إحنا فيه؟ حاجة رائعة. النيل ده نهر من أنهار الجنة. وعمرو بن العاص لما جه فتح مصر أرسل خطاب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بيوصف فيه مصر، فبيقول له يجري فيها نهر ميمون الغدوات تتلألأ فيه المياه كاللجين كالفضة، يجري بين جبل أغبر. فهو لولا النيل ما كانت مصر، هو سر الحياة. ليك ذكريات مع النيل؟ ليا أحلى ذكريات. أنا مهتم أصلا بحماية نهر النيل والحفاظ على مياه نهر النيل. وعلى فكرة عملنا اشتركنا في مسابقة تبع وزارة التربية والتعليم عن طريق طالبة، أنا عملت لها رسم لمصادر تلوث مياه نهر النيل، وخدت المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكانت في أولى سنة، وسافرت أوغندا على حساب وزارة التربية والتعليم على 10 أيام. لو قلت لك، بما انك بنتكلم عن الجوده بقى وحضرتك متخصص في الجوده، ماذا ينقص نهر النيل او المسطحات المائيه على نهر النيل حتى نصل بها الى درجه الجوده؟ الاول كل المخلفات اللي بتقذف في النيل او ترمى في النيل لازم نمنع الكلام ده، ويبقى فيه قوانين تمنع الكلام ده. اي اعتداء على طرح النهر، كل المنشآت اللي أقيمت على طرح النهر لازم يتم إزالة هذه المنشآت. المصانع اللي بتصرف في مية النيل لازم يشوفوا لها حل ويمنع تصريف، خاصة فرع رشيد. الصناعات الكيماوية كلها بتصرف في فرع رشيد، نسبة التلوث فيه عالية جدا. كل ده لازم يتمنع. يبقى في قوانين تحمي مياه النيل. وكان قديما الفرعون المصري لما كان بيأدي القسم كان بيقول اقسم بالله العلي العظيم الا الوث مياه النيل. واحنا دلوقتي في القرن 21 وبنلوث مياه نهر النيل، وعددنا 90 مليون، يعني احنا محتاجين الى كل قطره ميه، لان بعد المشروعات اللي بتتعمل في اثيوبيا اعتقد ان حصه مصر هتقل من 55.5 مليار الى حوالي 35 مليار، وعدد هيبقى عندنا، احنا دلوقتي نصيب الفرد في مصر 700 متر مكعب، فده خط الفقر المائي. طب هيقل عن كده هيبقى ايه؟ ما اعرفش. حضرتك بتتكلم عن النيل وعن الحفاظ على مياه النيل، طب ما انتم مسؤولين عن التعليم وعن الثقافه وعن خلق ثقافه لدى مجتمع. انا يعني يا ريت يبقى في منهج خاص بالحفاظ على مياه نهر النيل ومصادر المياه في مصر، ويدرس في جميع المراحل من اول الابتدائي لغايه الاعدادي لغايه الثانوي لغايه الجامعه، عشان نقدر نحافظ على المصدر الرئيسي للمياه وهو مياه نهر النيل. بتحس بيه وانت واقف شايف النيل قدامك وشايف ناس كتير راحه جايه وزحام ودوشه، تحس بيه؟ هو منظر رائع، يعني ما فيش اجمل من كده، حاجه جميله وحاجه رائعه، يجب الحفاظ عليها، ويجب حمايه مياه نهر النيل، ويجب اصدار قوانين، ويجب تطبيق القانون، مش اصدار قوانين وما نطبقهاش، لا. ويبقى في الاعلام برضه له دور في توعيه الشعب، لان احنا عندنا حوالي 50% من الشعب غير ناس اميين وغير متعلمين، ما فيش عندهم ثقافه، فبيبقى ماشي بيرمي اي حاجه في ايده في النهر. لازم الاعلام له دور ان هو ممكن برضه يساهم بقدر كبير جدا في الحفاظ على مياه النيل. لما بتنزل بتمشي على النيل كده، هل نقدر نقول ان الجو ده بيوحي ليك بأفكار معينة ممكن تستغلها في عملك؟ طبعا، ده انا لما ببص في المية بدوخ، بحس بقى ان انا يعني عايش في عالم تاني، فده بيخلي الأفكار ممكن يبقى في سرد الأفكار وتتوالى الأفكار، وده بيخدمني في عملي طبعا. أستاذ جمال، قبل ما ننتقل للفقرة التالية، عايزك تبص للناس كده
وتفكر لو انت نفسك توجه لهم رسالة تقول لهم ايه؟ الرسالة اقول لهم العمل ثم العمل ثم العمل، الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج، وبعدين اقول لهم حافظوا على مياه نهر النيل. استاذ كمال شاهين بشكرك وبدعوك مع السادة المشاهدين ان احنا ننتقل لبقية فقراتنا عشان نعرف اكتر عن كوكتيل نجاح الاستاذ كمال شاهين. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. سلطة ملوكي. اعزائي المشاهدين نجدد التحيه بضيفنا العزيز الاستاذ كمال شاهين مستشار الهيئه القوميه للجوده، برحب بيك مره ثانيه. اهلا بحضرتك، كل سنه طيب. عايز ناخد لمحه كده عن نشاه الاستاذ كمال شاهين. والله انا اتولدت في قريه اسمها قريه ميطب عربي، مركز زقازيق محافظه الشرقيه. والدي الله يرحمه الاستاذ احمد عطيه شاهين كان ناظر مدرسه واهتم بتربيتي، يعني من ناحيه بقى القراءه والكتابه، وحفظني عده اجزاء من القران الكريم، ويعني خلاني بقيت متفوق قوي في المرحله الابتدائيه، وتعلمت منه وهو لما كان بيدرس ليه اتعلمت منه قيم كتيرة ومبادئ وسلوكيات وأخلاق جميلة كلها. بعد كده ما خلصنا المرحلة الابتدائية والإعدادية اتنقلت لمدينة الزقازيق في مدرسة أحمد عرابي الثانوية، والحمد لله كنت من الطلبة المتفوقين، وكنت مسؤول عن الإذاعة المدرسية ومشارك في أنشطة كتيرة زي الصحافة المدرسية والحاجات دي. بعد كده ما خدت الثانوية العامة التحقت بكلية الآداب جامعة اسكندرية، واتخرجت الحمد لله بتقدير جيد جدا من قسم الجغرافيا. وبعد كده دخلت التحقت بالقوات المسلحة في الدفعة. خليني نتكلم بس في مرحلة الطفولة دي عشان ما نعداش مرحلة النشأة دي. لو قلت لحضرتك الطابع اللي كان غالب على المنزل اللي نشأت فيه، منزل عائلة، يعني هل كان طابع الحزم، ولا كان طابع البساطة الشديدة، ولا كان طابع الحرية، ولا كان ايه بالضبط السمة الغالبة؟ لا، السمة الغالبة كان فيها الحرية والتسامح، لأن الوالد الله يرحمه كان راجل مثقف وراجل متعلم، وكان حافظ القرآن الكريم، وكان يعني ليه شأن كبير جدا في القرية، يعني هو المسؤول عن تعليم جميع الأبناء اللي اتعلموا في الفترة دي في القرية. فكان بيشارك في حل مشاكل الناس، والناس تحط أماناتها عنده، وكانت حاجات كتيرة قوي. فهو كان بربنا يعني تربية على مبادئ، على قيم، على اخلاق، كان بيهتم قوي قوي بينا. والحمد لله يعني ربنا احنا السته خمس اولاد وبنت، تربيه كويسه، كلنا اتخرجنا من الجامعات الحمد لله والشكر لله. هل ليك اخوات؟ ليا خمس اخوات، ليا واحد مهندس زراعي، وواحد عقيد في الجيش في القوات المسلحه، وواحد مدير عام في شركة مصر للتأمين، وواحد موجه لغة إنجليزية. اختيارك للطريق اللي انت مشيت فيه كان اختيارك ولا اختيار الوالد؟ كان اختيار انا، لان انا حبيت مهنة التدريس نفسها. لما كان يقف والدي قدامنا كده وهو بيشرح لنا، واخد بالك، ولابس بقى البدلة الصوف الانجليزي والجرافطة والطربوش والحاجات دي، فانا كنت معجب بيه قوي، وحتى في طرق تدريسه وكده، فانا حبيت المهنه دي، لدرجه ان انا بعد ما اتخرجت واشتغلت في مهنه التدريس، مش عايز اقول لك الحمد لله، يعني انا كان ترتيبي الاول على محافظه الشرقيه في العراط، وسافرت السعوديه كانت واخده من محافظه الشرقيه كانت واخده ثلاثه، كنت انا ترتيبي الاول على المحافظه. وسافرت السعوديه وقعدت العاره من 78 ل 82 اربع سنين. في اخر سنه جه وزير المعارف السعودي وطلب من وزاره التربيه والتعليم في مصر من قسم الاعراض الخارجيه
تجديد إعارة السيد كمال أحمد عطية شاهين نظرا لكفاءته وحاجة العمل في المملكة العربية السعودية لجهوده. الوزارة هنا ما وافقتش على التجديد، فعملوا إعلان في السفارة حطوا كده مطلوب مدرس ثانوي جغرافيا، فراح آلاف مؤلفة. جت لجنة امتحنتنا، وأنا كان عايزين واحد بس عشان هيشتغل في معهد الأبناء في السعودية اللي هو بيدرس الأولاد آل سعود. وأنا داخل امتحن، وأنا داخل قلت الناس أنا اللي هنجح، وفعلا أول ما دخلت وقعدت مع اللجنة لقيتهم بيتصلوا برئيس اللجنة قالوا احنا لقينا الأستاذ اللي احنا عايزينه، اتفضل الأستاذ اطلع، وعملوا العقد وسافرت ودرست النظام ده. بيشتغل بنظام الساعات زي انجلترا كده، نظام محاضرات والطلبة هي اللي بتختار الأستاذ اللي تدرس عنده وهكذا يعني. فدرست أنا مثلا لفيصل بن سعد آل سعود وتركي بن سعد آل سعود، هم منهم ناس وزراء يعني دلوقتي. والحمد لله بعد ما رجعت ده خدت ترقيات لغاية ما بقيت موجه عام في محافظة الشرقية. وبعدين بعد كده رحت تركت الوزارة، اختاروني ان انا اشارك في وضع امتحانات الثانوية العامة. شاركت في امتحانات الثانوية العامة حوالي 4 سنين، وبعد كده رحت المركز القومي، رشحوني ان انا اروح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في المقطم، قعدت فيه تقريبا سنة. وبعد كده تم ترشيحي عضو لجنة تحسين مستوى أداء المتعلم في الهيئة القومية للجودة، ورجعت الوثيقة بتاعت مادة الدراسات الاجتماعية 1300 صفحة. والحقيقة الرئيس صرف لي أياميها مكافأة حوالي 5000 جنيه. أستاذ كمال، القصة الطويلة اللي حضرتك بتحكي فيها دي أكيد كان وراها مجموعة من العناصر، عناصر أو سمات الشخصية نفسها. لو قلت لك ايه هي ابرز سمات شخصيتك تقول ايه؟ ابرز سمات شخصيتي العزيمة والاصرار، ودايما حاطط قدامي هدف عايز اوصل له وعايز احقق الهدف ده. في اصرار، في يعني احب اكون الاول في كل حاجة، يعني دايما احب اكون الاول في كل حاجة. حتى لما عملت كتب تبع واخدة موافقة من الوزارة وكده كنت مسميه الأول، يعني دي سمة عندي إن أنا عندي إصرار، عندي عزيمة. وحتى وأنا في القوات المسلحة كان عندي إصرار إن السرية، كنت أنا قائد سرية الدفاع جوي، كان عندي إصرار إن السرية دي تبقى أحسن سرية على مستوى الجيش التاني. وفعلا كنت دايما أخد كأس التجهيزات الهندسية كل سنة على مستوى الجيش التاني. علاقتك ايه بالهندسه في الوقت ده؟ لا، التجهيزات الهندسيه اللي هو تجهيز الدوشن بتاعه المدافع، مش شغلانه فنيه. لا 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 لا، تمام. محافظه الشرقيه معروفه، او اهل الشرقيه بشكل عام معروف عنهم ان هم لهم طابع خاص بيميزهم، عندهم مجموعه من العادات والقيم والمبادئ. يمكن لو قلنا حاجة معروفة عنهم فيها الكرم مثلا، معروف عنهم حسن الضيافة، معروف عنهم حسن الاستقبال، معروف عنهم العلاقات بين الناس، يمكن ربما تتميز عن كثير من مناطق أخرى، علاقات بتدور في 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 فلك الحب والود والرحمة ما بين الناس. دي حاجة الحقيقة معهودة عن أهل الشرقية بالتحديد. ده كان دوره إيه في تكوين شخصيتك انت؟ طبعا كان ليه دور ان انت لما تلاقي في ألفة وفي محبة، الناس اللي حواليك، قرايبك، الجيران بيقدروك وبيحبوك، دي بتديك دفعة كبيرة جدا، وبتخليك فعلا المود بتاعك يبقى يعني حاجة جميلة كده، وتبقى عايش سعيد وعايش مبسوط. فلها تأثير كبير جدا في تكوين شخصيتك. حضرتك بتحب الاكل جدا. ايه اكتر حاجه بتحبها في الاكل؟ احب الاسماك والجمبري والكابوريا.
الملوخيه، الارانب، دي اكتر حاجه انا بحبها. بتحب السلطه؟ احب السلطه جدا. وده طبق السلطه ده بيبقى فيه الوان مختلفه، في طماطم وفي خيار وفي فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر. اكتر نوع سلطه بتحبه يا استاذ كمال؟ السلطه الخضراء. السلطه الخضراء؟ اه. انا مش عارف الناس تتفق معاك ولا لا، بس احنا سالنا مجموعه من الناس ايه اكتر نوع سلطه بيحبوه. استاذن حضرتك نطلع نشوفهم قالوا ايه ونرجع لحضرتك. طيب طيب. سلطه ملوكي. تحب السلطه؟ جميله جدا، مفيده. ايه اكتر نوع سلطه انت بتحبه؟ السلطه بالزبادي والفواكه وال يعني. النوع بقى اللي انت بتفضل اكله بقى، بتفضل اكله دائما بصفه مستمره؟ سلطه الخضار جميله جدا. سلطه الخضار بقى اللي بتحب تاكلها بتبقى مكونه من ايه؟ طبعا بتبقى مكونه من الطماطم والشرائح، الفلفل والبقدونس، الحاجات اللي هي الخضروات الممتازه جدا اللي بتدي الجسم حديد وفوسفات واملاح، بيستفيد منها الجسم لان السلطه دي بيعتمد عليها النمو. حتى في الاطفال عندي لازم اهم حاجه عنده وجبه السلطه دي. بحب السلطه بجميع انواعها. ايه اكتر نوع بقى انت بتحبه؟ اكتر نوع بتفضل اكله؟ سلطه القوطه والخيار والبصل. اللي عباره عن كوكتيل من الخضروات؟ اه ايوه طبعا. ايه اكتر نوع سلطه انت بتحبه؟ السلطه البلدي. اللي هي بتبقى مكونه من ايه؟ اللي هي بتبقى طماطم وخيار وخس وبقدونس لو امكن، جزر، كابوتشا، كرنب احمر كده. اشمعنى بقى السلطه الخضراء انت بتحبها؟ يعني بتحافظ على الجسم، يعتبر هي وجبه جوه الوجبه، وجبه متكامله جوه الوجبه. هل ممكن تاكل السلطه كده لوحدها من غير ما يكون في اكل؟ والله لو مش جعان انا مستعد عادي. بتحبها يعني تاكلها لوحدها كده؟ هل السلطه، طبق السلطه انت بتاكلها ده ليه وجبه معينه مخصوصه بتتاكل معاها ولا ممكن تتاكل معاها اي اكل؟ هو لو الاكل لازم تتاكل معاها طبعا لازم مثلا سمك، رز، في حاجات ما بتبقاش محتاجه السلطه بتاعتها بس. سلطه ملوكي. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ويتجدد اللقاء مع الاستاذ كمال شاهين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. استاذ كمال، دايما النجاح بتواجهوا عقبات، واحيانا بيواجهوا بعض المحبطون اللي هم بيحاولوا ان هم يعني يقللوا من عزيمتك او ان هم يسنوك عن الاقدام في مشوار نجاح. حضرتك قبلك ده اكيد بيبقى في يعني ناس بتبقى ما تحبش ليك الخير او كده، بيبقى في نوع من الغيره يعني، بس غيره من الغيره الوحشه يعني، فدي تعتبر بيحاولوا انهم يعملوا لك عمليات احباط او يسنوك عن عزيمتك او كده، بس الحمد لله العزيمه حديد وقويه وفي اصرار والحمد لله ما فيش حاجه اثرت فيا. قصه جوازك بقى، لما جيت تتجوز انت كنت بتفكر ان انت زي ما انت انسان ناجح في عملك لازم تكون ناجح في جوازك، ولا احيانا بيجي الجواز بيبقى قدر؟ لا والله انا اتجوزت يعني بنت خال والدتي، و شفتها يعني مرة واتنين وكده وانا بعد ما اتخرجت من الجامعة وعجبتني، والحمد لله انها طلعت يعني زوجة مثالية الحمد لله والشكر لله. يكفي انها، انا يعني اقدر اقول لحضرتك انها كانت ورا نجاحي، لها دور كبير جدا، وقفت في ظهري، وهي اللي كانت مسؤولة عن تربيتي. انا عندي 3 ابناء، هي اللي كانت مسؤولة عن تربيتهم ومسؤولة عن البيت من الألف للياء، لدرجة أنها أنا اتفرغت تماما لشغلي، وهو ده يمكن اللي خلاني يعني قدرت أتفوق في شغلي وأتفوق في عملي وأوصل للي أنا وصلت له ده. عندك أولاد؟ عندي 3 أولاد. عندي الكبير أسامة محاسب في شركة الكهرباء في الزقازيق، وعندي شريف بيزنس مان رجل اعمال، وعندي اصغر واحد دكتور احمد معاه ماجستير جراحه الوجه والفكين، وهو عنده فاتح المركز الملكي لطب الاسنان في الزقازيق. حبيت تزرع فيهم ايه؟
خلاصة تجاربك. حبيت ازرع فيهم انهم يحبوا بعض، دي كانت يعني دي الحاجة اللي انا حاولت ازرعها فيهم، انهم يحبوا بعض يبقوا كأنهم فرد واحد. وقعدتهم معايا في العمارة، كل واحد ليه شقة واتجوزوا التلاتة، وانا عندي احفاد عندي سبعة. عندي عهد اكبر واحدة ده راح اولى ثانوي، خد الاعدادية سنة دي بحوالي 297.5 من 300 لغات. وعندي محمد برضو اعدادية راح اولى ثانوي خد 287.5. وعندي شاهد راح تالت اعدادي، وعندي احمد رايح اولى اعدادي، وعندي كمال رايح تالت ابتدائي، وعندي اياد رايح تالت ابتدائي، واخر حاجه بقى سما دي راح اولى ابتدائي. استاذ كمال، ايه اصعب موقف مر عليك في حياتك؟ اصعب موقف مر عليا، جات لي مره ازمه قلبيه، وكنت عامل اجتماع للتوجيه، وخلصت الاجتماع وراكب عربيتي ووصلت البيت، وبعدين فتحت باب الشقه وداخل لقيتني بتطوح ومش والم شديد في صدري، وقعت على الكنبه في الريسبشن. اتصلوا بالدكتور بسرعه، نقلوني الدكتور بتاع قلب، فاداني الحقنه اللي هي بتاعت الجلطه دي، ونقلوني الانعاش، وبعد كده قالوا لازم تعمل قلب مفتوح. فجيت هنا على مستشفى المعادي وعملت قلب مفتوح هنا في القاهره. دي كان اصعب موقف، وانا داخل العمليه انا يعني كنت حاسس بقى طبعا عمليه كبيره جدا، و يعني بقيت مخضوض، قلت ان انا يعني خلاص مش هطلع بقى من. فقعدت ادي الاولاد اقول لهم، كتبت لهم وصيه وحاجات كده، ولكن الحمد لله ربنا كرم وعدت على خير الحمد لله. المرض بالنسبه لك بيشكل ايه؟ المرض حاجه مخيفه، بس هو ابتلاء يعني، وربنا يعوضنا. لحظات التوقف دي، لحظات التوقف مع النفس اللي هي في اللحظات الحرجه في حياه الانسان، اكيد بتخلي الانسان يعيد حساباته مره ثانيه. ده حصل مع حضرتك؟ حصل معايا. انا بدات بقى ازود من حاجات كتيره، اروح عمره كل سنه، طلعت الحج في 2010 وطالع ان شاء الله السنه دي حج السنه دي طالع السنه دي، كل الصلاة تبقى في الجامع من أول الفجر لغاية العشاء، أطلع صدقات كتير، حاجات كتيرة بدأت يعني أهتم بيها يعني. أستاذ كمال، إحنا كنا صورنا مع بعض فقرة كده مع الشيف، أستاذنا حضرتك نطلع بسأل المشاهدين نشوف الفقرة دي ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل. طبق السلطة. أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم معنا في فقرة طبق السلطة، ومعنا النهاردة المستشار كمال شاهين، مستشار الهيئة القومية للجودة، وطبعا معنا الشيف آدم. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم بخير. النهاردة هيئة الجودة كلها يعني لازم يبقى في جودة النهاردة. أكيد طبعا يا فندم، هنعمل سلطة التين النهاردة، وكلنا عارفين فوائد التين وصحية التين. سلطة التين. طيب سلطة التين دي، ده المفروض التين ده فاكهة يعني؟ لا يا فندم، بيخش في الخضار برضه، بيخش كسلطات. يعني ما تعتبرش سلطة فاكهة بقى لوحدها كده، لا بدخلها برضه. ده بشوف منك حاجات غريبة الصراحة. لا يا فندم، كل شيء معناه احنا جديد يعني. تمام. سلطة التين بتتكون من تين، فلفل ألوان، جزر، روزماري، زعفران، برافو عليك يا دكتور. فلفل أبيض، ده مستردة، زيت زيتون. زيت زيتون. طيب دي بتبقى يعني دي ممكن بتتاكل مع اي اكل عادي؟ مع اي اكل؟ هي سلطه عاديه يعني، في التين بكل حاجه. طبعا. طيب نبدا؟ نبدا يا زعم. على ما تلبس بقى اسال الاستاذ كمال. استاذ كمال، انت
متعود تشارك في الاكل، تعمل حاجه انت في الاكل تعملها بايديك؟ انا بحب اعمل السلطات. بتحب تعملها؟ انت راجل منافس دي بقى. طب انا عايزك تشوف السلطه بقى، اي غلطه يعملها تقول لنا على طول. بس هو سلطه التين دي جديده عليا صراحه. هو دايما بيورينا الجديد، بحس ان هو بيورينا الحاجات اللي ما نعرفهاش عشان لو غلط ما ناخدش بالنا. لا يا استاذ عمرو، لا احنا طبعا انت عارف ان السلطات دي تبقى بحرها واسع شويه المطبخ. طبعا انا بضحك، ده راجل شيف محترف يعني. انت عارف يا استاذ عمرو ان الحاجه دي، السلطه دي بتبقى مثلا من كل بلد ليها سلطه. الامريكان لهم سلطه، الفرنساويين لهم سلطه، احنا مصريين، السوريين، يعني جميع انحاء العالم ليه نوع سلطه معين. مش كلنا بناكل سلطه واحده. فانت يا استاذ عمرو تاكل سلطه التين دي وان شاء الله تنبسط منها جدا جدا جدا. ان شاء الله. انت كده بتقطع التين؟ بقطع التين. بتقطع قطع صغيره بقى؟ يا فندم، بس يكون التين ناشف شويه، يعني ما يكونش طري، يعني يكون لسه ما استواش. لا يا فندم، يكون مستوي بس يكون ماسك نفسه يعني. ناشف ماسك نفسه كده. تمام. تحب التين؟ ده القران الكريم بيقول: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. يعني التين من ضمن الحاجات اللي هي لها قيمه ولها فايده واهميه كبيره جدا. هو ايه الفرق بين التين ده والتين الشوكي يا شيخ؟ عشان ديك بيشوك يا استاذ عمرو. بس كده يعني؟ ده مفيش. والله لا ما بيشوكش. ده تين وده تين يا استاذ عمرو، يعني ده نوعيه وده نوعيه. على فكره التين الشوكي برضو بيتعمل سلطه على فكره. يعني احنا بندخل السلطه في، يعني السلطه بندخلها في جميع كل الاشياء. تمام. لان هي معظم الفواكه هي خضروات مش فواكه، يعني معظمها خضروات. تمام. فهي بتخش خضروات. استاذ كمال، انت ما بتحب تعمل السلطه بيديك اكتر نوع سلطه بتحب تعمله وبتعرف تعمله؟ اجيب طماطم، اجيب خيار، اجيب فلفل الوان، اجيب جزر، اجيب ليمون، اجيب كزبره، وبعمل بقى التقطيع كده مكعبات شكلها جميل كده، وعليها بقشر بصلايه كده عليها. بحب يعني ان انا يكون عليها قشر البصل كده. نعم، زيت الزيتون. استاذ كمال، هل كان في حياتك متناقضات؟ لما مرت الايام والسنين حسيت بالتناقض ده، ومع هذا التناقض قدرت تنجح؟ لا، الحقيقه ما كانش في تناقضات في حياتي، يعني وده برضو فضل من ربنا، والحمد لله احنا يعني حققنا اعلى معدل في النجاح الحمد لله. يعني الحمد لله. بس اكيد قصه نجاحك دي اكيد في عنصر اساسي فيها كان السبب وراء هذا النجاح. ايه هو العنصر؟ العنصر الاب والام. الاب الله يرحمه يعني كان مهتم جدا بتربيتنا ونشاتنا. الام ست طيبه وربنا اداها الصحه كده، وهي البركه بتاعتنا. زوجه صالحه مع اصرار وعزيمه وهدف بتحب تحققه، فالحمد لله يعني حققنا كل اللي نفسنا فيه. زي ما بنشوف السلطه بتتكون من مجموعه الوان. لو قلنا مثلا اللون الاحمر، اللون الاحمر زي ده كده مثلا، ماشي. ايه الحاجه اللي هي بتعتبر نقطه او دايره حمراء في حياتك؟ الدم. موقف صعب. ما هو موقف صعب لما جيت اعمل العمليه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لون الدم والعمليه وكده، فهو دي اللي يعتبر يعني حاجه صعبه بالنسبه لي. فكرك بشيء مؤلم. انما الالوان الخضراء دي الوان جميله، والالوان البنفسجي الفلفل الالوان ما عدا اللون الاحمر، دي كلها الوان مريحه للنظر والوان جميله كده. واحنا طبعا واقفين دلوقتي على النيل اللي هو شريان الحياه في مصر، وربنا يعني يقدر القياده السياسيه ويهتموا بحل مشكله صد النهضه، عشان النيل ده سر الحياه عندنا، لولا النيل ما كانت مصر. لو قلت لك وانت كده في شغلك بتحس ان انت عايز تعمل ايه؟ يعني عايز تعمل في مجال الجوده ده، هل في حاجه معينه انت نفسك تحققها في المجال ده؟ يعني تطوير المناهج،
رفع مستوى الطلبة، عايزين كثافات تقل في المدارس، عايزين قيادات واعية تقدر تعمل أو تحقق وتوفر عملية تعليمية ناجحة، عملية تربوية ناجحة، عشان نقدر ننهض المجتمع. لأن التعليم لو نهض التعليم في مصر زي ما هو موجود في ماليزيا هتنهض مصر. يعني أنا في رأيي أهم حاجة في مصر تهتم بها الحكومة هو التعليم. يعني أنا نفسي كده يخصصوا يعني جزء كبير جدا من موازنة الدولة للتعليم، لأن التعليم هو القاطرة اللي هتاخد المجتمع ده وتنهض به إلى الأمام. رأيكم ملزم ولا استشاري؟ رأي الهيئة القومية للجودة. ما هو في لجان كتيرة في الهيئة. أنا بالنسبة لي في لجنة اسمها لجنة تحسين مستوى أداء المتعلم. يعني بناخد أجزاء من المناهج وبنحولها على هيئة أنشطة عشان نسهل على الطلبة أنهم يفهموها ونسهل على المدرسين أنهم يدرسوها. لكن في لجان تانية بتطلع تمر على المدارس وتشوف هل هم محققين الجودة ولا لا، ممكن يدوهم شهادة الجودة وممكن ما يدوهمش. تمام. يا شيف وصلنا لفين؟ كده يا فندم احنا عملنا الصوص بتاعها اللي هي الصلصة بتاعتها من كاتشب، مستردر، فلفل أبيض، زعفران، ليمون، ملح، واحنا كده خلصناها. ماشي يا زعم، احنا خلصناها اهي. طبعا احنا بنزوجها، بس اتمنى ان انت تجربها يا زعم، السلطه دي حلوه يعني. انا هسيبها. طب والدكتور طب هياخد ايه طيب؟ طبعا ده معايا الدكتور ده، انا مع الاستاذ كمال. كده خلاص هتدينا يا زعم. تمام كده خلاص، طبعا السلطه خلاص. ده اسمه ايه بقى؟ سلطه التين. سلطه التين. تمام. شيف انا بشكرك جدا. و قبل بس ما ننتقل من الفقره دي، سلطه التين دي سهله اي ست بيت تعملها؟ اكيد يا فندم، انا عملتها قدام الكاميرا وقدام اي ست بيت. يعني نص كيلو تين، فلفل الوان، حبه خيار، فلفل ابيض، زيت زيتون، مستردر، اي حاجه يعني تمشي في ست البيت يعني. بشكرك، بشكر الاستاذ كمال شاهين، بشكرك جدا على الفقره دي، واستاذن حضرتك ان احنا نكمل بقيه فقره. تفضل حضرتك. شكرا يا شيف. شكرا يا زعم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. سلطة ملوكي. ورجعنا لكم من بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، ويتجدد مرة أخرى اللقاء مع الأستاذ كمال شاهين مستشار الهيئة القومية للجودة. برحب بك يا فندم. أهلا بك. أستاذ كمال، في حياة كل منا لحظات خالدة بتبقى محفورة في الأذهان. ايه هي اهم اللحظات دي في حياتك؟ الاهم اللحظات دي لما طلع اسمي في الاعارة سنة 78 للسعودية، وكان ترتيبي الاول، فكنت مانينش طول الليل لغاية ما رحت جبت الاهرام ونور الاهرام الفجر من المحطة ولقيت اسمي في الجنون. دي كان يعني لحظة في حياتي، لانها طبعا هيترتب عليها تغيير مستقبل وتغيير حياة، عشان طبعا كان المرتبات هنا كانت اياميها يعني ضعيفة، وانت هتسافر بقى السعودية وبتاخد مرتب كبير، خاصة ان انا معايا دبلوم تربوي فبيبقى مرتب كبير. ودي حاجة. الحاجة التانية اللي مش هنساها، وانا قائد سرية دفاع جوي في الجيش، قبل الحرب بدأت يوم 6 اكتوبر، قبليها باربع ايام احنا كنا قاعدين في منطقه اسمها وادي الملاك، فقبلها باربع ايام كانت انا ضابط نبطشي في غرفه العمليات، فانا دخلت قعدت في غرفه العمليات. طبعا في خرائط موقف عام وموقف خاص والناس اللي بيرصدوا واللي والكلام ده واجهزه لاسلك والحاجات دي. فانا لقيت يوميها جت اشاره بوقف الاجازات، وبعدين بعدها بساعه جت اشاره بفتح الاجازات، فانا حسيت ان في تمويه، عمليات تمويه بتتعمل عشان اسرائيل ما تقدرش تعرف اي حاجه. فالصبح بعد ما خلصت نبطشيه
دخلت العقيد قائد الفوق، فقلت له انا كنت لسه متجوز جديد قبل الحرب كده بحاجه بسيطه، فقلت له انا عايز انزل بعد اذن حضرتك يا فندم، عايز انزل مع عربيه الميز وارجع معاها في نفس اليوم يعني. فقال لي لا انت عارف الاجازات موقوفه وانت اللي جابت الاشاره دلوقتي. فالمهم زعلت في نفسي كده، وانا طالع على السلم قابلنا رئيس العمليات. رئيس العمليات بيقول لي مالك انت مبلطم كده ليه؟ قلت له في كذا وكذا. قال لي طب تعالى ورايا. دخل لقائد الفوق قال له بس استاذن حضرتك الضابط كمان هينزل مع عربيه الميز ويرجع معاه عشان في عنده ظروف في الزقازيق وبتاع. فقال طيب خلاص ماشي. نزلت فلقيت والدي عندنا، فبيقول لي انت جاي اجازه قد ايه؟ قلت له لا ما فيش اجازات، اجازه ايه ده انا راجع المغرب. فليه؟ قلت له يعني لو مش واثق فيك مش هقول لك، انا عندي احساس ان في حرب، احنا هنعلن الحرب على اسرائيل والحكايه كلها 3 4 ايام، فانا لو اتاخرت شهر اتنين مش تقلق علي، بس ارجوك ما فيش، اكيد ما قلت لكش حاجه. ما كانش في اتصالات ساعتها ولا بقى اللي هي الموبايلات ولا الكلام ده خالص؟ لا ما فيش حاجه خالص. طبعا خالص، ده الكلام ده في 73. ف فعلا رحت ما فيش الكلام ده كان يوم 3 فات 4 و5، يوم 6 الساعه 1:30 و5 لقيت اللاسلكي بيقول جهاز اللاسلكي بيقول عنب عنب عنب، فدي كانت عندي تعليمات مكتوبه على ازرف مغلقه مكتوبه عليها بالاحمر سر للغايه ان لا تفتح الا بصدور الكلمه عنب باللاسلكي. ففتحت المظاريف لقيت بقى فيها خرايط بتاع القوات الجويه بتاعتنا، الطيران مثلا هوكر هانتر، الطيران المراج، الطيران الميج 21 هذا يطلع من مطار ايه والممر الجوي ايه وحاجات زي كده، والارتفاعات هو رايح والارتفاعات هو جاي. ساعتها بقى ايه اللحظه دي كانت اقوى لحظه، انا لقيت بقى الطيران بتاعنا معدي من فوق راسنا كله الجبهه كلها الله اكبر الله اكبر، وبدانا نتحرك عشان العبور. دي كانت يعني احسن لحظه واقوى لحظه في حياتي. استاذ كمال الحقيقه كنت سعيد جدا جدا بلقائك النهارده ومستمتع بيه، ولقاء مميز، وان شاء الله يا رب حياتنا كلها تبقى جوده ويكون كل واحد ياخد علامه الجوده على مشوار حياته. بشكرك جدا، وكلمه اخيره تقولها لمين؟ كلمه اخيره اقولها للقياده السياسيه في مصر، احنا بنحبكم واحنا في ظهركم وعايزينكم تقضوا على الارهاب اللي موجود في سيناء واللي موجود في بعض المحافظات، عشان مصر دي هي عمود الخيمة، مصر هي دي العمود الفقري للأمة العربية وللأمة الإسلامية. أستاذ كمال شاهين مستشار الهيئة القومية للجودة، شكرا لك. وشكرا لحضرتك، وأنا سعيد أن أنا كنت معاك النهاردة. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء بشكركم وبشكر ضيفي العزيز الأستاذ كمال شاهين مستشار الهيئة القومية للجودة. نلتقي بكم على خير في حلقة قادمة من برنامج سلطة، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء. سلطة. التواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.